بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان، هاي العملية هي سرقة رواتب موظفي دائرة صحة نينوى، هي مؤامرة سياسية الغرض منها تسقيط الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، لكن أؤكد أن هذه المؤامرة باءت بالفشل، لكون ملف تم نقله إلى قاضي تحقيق النزاهة لتثبيت المقصرين والمهملين بالواجب، والقضاء الولاية العامة للقضاء والسلطان على القضاء المتاجرة برواتب موظفي محافظة نينوى لكل الدوائر. هي ما يحز بنفسنا أنه التجارة لأهداف شخصية ومتاجرة بهذه الرواتب، علما أن هذه العوائل نازحين، حاجتهم الماسة لهذه الرواتب، عيشتهم عليها مستلزمات إيجار وجانب صحي وجانب إنساني. هذا الراتب رغم الاستقطاعات هو وسيلة ليس بالكافية لتدبير حياتهم اليومية، لكن اللي حزب نفسنا أن تكون هذه الأموال، أموال النازحين، أن تستخدم لأغراض سياسية وأهداف الغاية منها تسقيط حكومة نينوى، لكن باءوا بالفشل. وإن شاء الله الإجراءات القانونية مستمرة. قدمنا التماس إلى معالي وزير الصحة وكذلك للرئاسات الثلاثة أن يكون إجراء مستعجل، أن يتم صرف راتب الشهر الثالث والرابع لدائرة الصحة حصرا قبل بقية دوائر الصحة لمحافظات العراق، ونتأمل أنه يكون استجابة لهذا الموضوع كونهم موظفين بأمس الحاجة لهذه الرواتب. سيادة المحافظة، الإجراءات القانونية التي اتخذتموها، هل خاطبتم الجانب الأردني بعد أن هرب صاحب الشركة للأردن؟ هذه الجانب أي جهة سياسية تقف وراء هذه العملية؟ معروفين. من هم؟ معروفين من سلم الموصل إلى الدواعش، وفشلوا في إدارة المحافظة، وهذا التكرار لهاي العملية. لكن احنا عندنا قناعة انه اهلنا في محافظة نينوى وبشكل عام باقصى رغم الامكانيات الضعيفة بدينا باظهار معالم محافظة نينوى. بدأت اهالي محافظة نينوى اصبح لهم كيان بوجود دائرة تتم المراجعة اليها، ورغم ذلك ما يخص الرواتب طيلة فترة استلامي المنصب المحافظ بدأت بآلية سلسة، ومعظم الموظفين لمحافظة نينوى لم تكن هناك أي شائبة تذكر من خلال التعامل ووضع الآلية، الكل راضي. وإذا كانت هناك طيلة فترة استلام الرواتب للدوائر السابقة للأشهر السابقة، فأنا حاضر لأي استفسار من أي موظف لدوائر الدولة. ماذا على اتصال الجانب الأردني؟ الحقيقة هي المعلومات لا نظن السوء، بعد عندنا أمل أنه هذه الشركة تعود لرشدها، ومن خطط لهذه العملية أنه يتذكر أن هذه الرواتب أطفال ونساء وشيوخ، فما ممكن أنه نتاجر بيهم، لعله أنه يعودون الرشدهم ويعودون الرواتب، كون هذه العملية باءت بالفشل، فننصحهم أن يبحثون عن غير. سيادة المحافظ، يعني أنتم تعتبرون أنها مؤامرة سياسية، يعني هل تتهمون جهة معينة في داخل المجلس، مجلس محافظة نينوى؟ لا لا لا، يعني مؤامرة الحكومة سياسية في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى بما فيهم السيد رئيس المجلس والإخوان أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ واللجنة المشكلة لمتابعة هذا الأمر،
لم يكن لديهم الألم بوجود تعاقد من قبل مديرية صحة نينوى مع هذه الشركة. وهل حدثت عمليات لنهب الأموال سابقا؟ لم تذكر أي عملية. كان قبل استلامي كان هناك تأخير في تسليم الرواتب لكل الدوائر، كان هناك تأخير ورداءة توزيع العملة فئات صغيرة، وكذلك نسبة الاستقطاعات من الرواتب. الآلية اللي تم وضعها أنه الاستقطاعات صفر والراتب يتوزع خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى وجود لجان مشكلة لمتابعة آلية الصرف وبإشراف ورقابة مجلس المحافظة من الإخوان أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة المالية لآلية تنفيذ هذه الخطة. لكن وصفتموها بمؤامرة سياسية، المؤامرة السياسية من أي جهة؟ يعني سوف استاذ بالأحرى عفوا، يعني أنت قلت أناس لم يستيطروا تسقيط سياسي، تسقيط سياسي. لا، أنت قلت سلموا الموصل ولم يستطيعوا إدارة المحافظة. من خرج من هذه العملية السياسية والسيد أثير النجيفي فقط؟ يعني أنا لا أذكر أسماء، وإنما هي عملية تسقيط سياسي للحكومة المحلية لمحافظة نينوى، ولا أذكر أسماء لأن هذا ما يهمني. إحنا سائرين نحو هدف هو تحرير نينوى وتوحيد الرؤى، أنه عدونا واحد. وجهنا أكثر من دعوة كافة السياسيين وكافة الخيرين من أهالي محافظة نينوى أن يكون مد يد العون وترك النزاعات والخلافات الشخصية، وتحديد الهدف الواحد هو تحرير محافظة نينوى. هناك الكثير من الخيرين استجابوا، حضروا مع الحكومة المحلية، وكان استعدادهم هم وعشائرهم من بيوتات الموصل ومن شيوخ العشائر ومن المثقفين، إلا أن البقية لم يحضروا. لم يكن غايتهم تحرير نينوى، تعطيل لعملية التحرير. نحملهم هاي المسؤولية. سيادة المحافظ، هاي الشركة اللي سوت هاي المشكلة من اللي أجا بيها؟ كيف حصلت على عقد وهذه الأمور؟ هذه إجراءات متخذة استنادا لتعليمات وزارة الصحة، أنه يعلن في الوزارة تتقدم شركات لجان فتح لجان عطاء فتح العطاءات ولجان تحليل العطاءات، وكذلك لجان المصادقة والتوقيع والمصادقة من قبل كاتب العدل. تمت هذه الإجراءات، التوقيع 2/4 والمصادقة 3/4، دون علم لا رئيس مجلس المحافظة ولا المحافظ ولا رئيس اللجنة المالية ولا أعضاء، ولا يعلم بها كافة أعضاء مجلس المحافظة. من يتحمل المسؤولية إذن؟ هذه متروكة للقضاء، لم أكن قاضي. الملف مودع لدى محكمة تحقيق النزاهة والولاية العامة للقضاء، وما ممكن أحد يطعن بالقضاء. حضرتك خاطبت بغداد وزارة الصحة، هل تفكر بمخاطبة المسؤولين في أربيل بالتغير في موضوع دفع إيجارات الموظفين بعد ما سلبت رواتبهم؟ هذه تخفيض الإيجارات اللي صارت، مشكور السيد رئيس الإقليم بتخفيض نسبة الإيجارات دعما لأهالي ليس فقط محافظة نينوى، وكافة العرب النازحين في الإقليم.